مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية من برنامج حلم وفكرة. كلنا بنتمنى السعادة أو حتى نقرب منها، ودايما بندعي ربنا إن هو يسعدنا ويهون علينا حياتنا الصعبة. المطلوب مطلوب ودايما بندعي ربنا إن هو يسعدنا، بس الدعاء لوحده مش كفاية. المطلوب إننا نسعى ونجتهد عشان نكمل الناقص ونعيش حياتنا مرتاحين. لكن في بعض اوقات حياتنا بتقابلنا بعض الضغوط اللي ممكن تغيرنا او تغير منظورنا للسعاده والحياه ويخلي توازننا النفسي. لكن يا نهله، كمان في بعض الممارسات اللي هي ممكن تخفف علينا الضغوط الحياتيه وممكن ان هي تساعدنا على سعاده التوازن النفسي، زي مثلا السجود وقراءه القران والتقرب من الله سبحانه وتعالى، وكمان التنزه والنزهه مع الاسره او مع العائله، وكمان ممارسه الرياضه. يسعدنا ويشرفنا ان يكلمنا في الموضوع ده استاذه شيماء الخليلي، استشاري علاقات نفسيه وكوتش وعلاقات اسريه. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا كوتش. اهلا بيك يا كوتش. في البدايه عايزين نعرف ايه هو مفهوم الالتزام في حياتنا. الاول انا سعيده ان انا معاكم النهارده، قناه جميله ومذيعين ومعدين فوق الرائعين حقيقي. التوازن النهارده هنتكلم عن التوازن النفسي. يعني ايه توازن؟ يعني نكون عندنا انسجام مع نفسنا ومع المجتمع اللي حوالينا ومع القيم اللي في حياتنا، نكون عندنا سلام نفسي، توافق نفسي. المعاني دي كلها هتتحقق امتى؟ لما نحس ان احنا عندنا ستيبل وتوازن في 8 جوانب. هستاذن المشاهدين لو ورقه وقلم وهنقسم الصفحه ل 8 جوانب بس، وهنكتب كل جانب ايه هو وازاي نحقق فيه التوازن. هكون يعني هتعبكم شويه لو هتعملوا كده، بس حقيقي بعد الحلقه هتستفادوا كتير من الورقه دي وهتفضل معاكم دليل يساعدكم في حاجات كتيره جدا. طيب الجوانب دي احنا عاوزين نعرفها من حضرتك بقى بالتفصيل، تقولي لنا كده بند بند عشان الناس تكتبها. اول جانب معانا يا ريت نركز ونكتبهم الثمانيه كلهم. اول جانب هو الجانب الروحي، ودايما مبدا الجانب ده. الجانب ده يشمل الصلاه، الصوم، الصدقه، الدعاء، كل ما يخص العباده. الجانب دوت لو قلنا ان التوازن عشان يحصل توازن في اي جانب من الثمانية، هنقول مقياس بسيط من 1 لـ10. التوازن هيحصل امتى؟ لما تعدي الخمسة. يعني لو جبتي 1 أو 2 في الجانب ده، صعب جدا ان انت تحسي بتوازن وان انت تبقي راضية عن نفسك ومش حاسة انك مقصرة. لكن وانس عديتي الخمسة انت في طريقك للتوازن. مش مهم توصلي العشرة في اي جانب من الجوانب، مش مهم خالص نوصل العشرة، لان ده كده احنا هنبقى عدينا يعني. بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نقرب. لكن لو جينا مثلا قعدنا شهر ما صلناش، شهر ما فتحناش القرآن، ما عملناش صدقة، ما عملناش حاجات كويسة في العبادة في الجزء الروحاني دوت، هتلاقي الناس تعبانة نفسيا. وأول حاجة بتجيلي الناس في العيادة تسأل احنا تعبانين، طب بسأل في الجانب ده عاملين ايه؟ بيبقى لازم يكون في تخبط، هتلاقيهم جايبين 1 أو 2 من 10. فلو وقعنا في الجانب ده 1 أو 2 أو 3 مش مهم، المهم نلحق على طول ويبقى تحت عينينا الجانب ده واهميته القصوى، ان احنا نحاول نعوض فيه بسرعه ونعلى فيه من بعد الخمسة. تمام. تاني جانب معانا هو الجانب الاسري. وده في ناس كتير للاسف مش بتعرف تعمل الستيبل دوت، ان هي بتكون مركزه في اسرتها الصغيره. يعني مثلا جوزها واولادها بس، تلاقيها ما زارتش مامتها بقالها شهر، تلاقيها ما سالتش على اخوها بقالها سنه، تلاقيها مقاطعه اختها بقالها مش عارفه قد ايه. لا، الاسره هي الاسره ككل. صحيح. الجوانب كلها في الاسره، عمتك وخالك وجدتك، كل الناس في الاسره لازم ليهم حق عليكي لو عملتي التوازن ده وسالتي على الجميع كل فتره، بحيث ان انت تجيبي على الاقل 5 أو 6 من 10. تمام. لكن 1 و2 دي عايزين نبعد عنها. تمام. بس في جوانب اساسيه لازم تفضل موجوده في الخمسه. لا، هما الثمانية اساسيين. الثمانية هما الاساسيين. بس المهم ان احنا ايه، يعني مش هنقدر نوفي كل جانب حقه. ما حبيش عليكي، كلنا بنقصر، مفيش حد ما بيقصرش. احنا مش ملايكه الحياه، ولا مطلوب مننا ان احنا نقفل العشرة، ولا ان احنا نبقى بس على يبقى طول الوقت كفه الميزان راحه يعني. الاتجاه الايجابي يعني، الفكره ان احنا بنحاول. تمام. ولما نلاقي جانب وقع بنحاول تاني، هنرجع تاني الورقه دي ونعطي كل دي حقه. يعني ما ينفعش ان احنا نبقى جانب واثنين وثلاثه واقعين. وهكلمكم على ده في اخر الحلقه. تمام. تالت جانب معانا هو الاجتماعي. يعني يشمل الناس على السوشيال ميديا، جيران، الناس معاكي في الجيم، في النادي، في الشغل، زمايلك في الشغل. ما ينفعش تبقى علاقتك وحشه بكل زمايلك في الشغل وتبقي مالكيش اي علاقه طيبه بحد، ما تقوليش لحد كلمه حلوه ولا مجامله.
ما ينفعش تبقي الناس على السوشيال ميديا اللي عنده حد ميت ما تقوليلوش كلمه، عندك في الجيران مثلا تلاقي الناس في فرح وانت ما تباركيش، ما فيش كلمه حلوه، ما بتشاركيش الناس حزنهم وفرحهم من المجتمع اللي حواليكي. لو انت بعيده عنه كل البعد وعلاقتك جافه بيه جدا وفي قسوه كده، يبقى اكيد مش كلهم فيهم عيب، اكيد جو المؤامرات والضغينه دوت اللي بيصدروا اوقات ناس كتير اللي هو مالكش دعوه بحد وما تعملش خير في حد ومش عارف الجو ده، ده بيهدم النقطه دي، هتلاقي نفسك واقعه فيها واحد واتنين من عشره. ما ينفعش، لازم علاقتنا طيبه بكل اللي حوالينا بشكل بسيط. يعني مش لازم تيجي على نفسك عشان ترضي الجميع، بس اللي هو ايه الدرجه المعقوله اللي تحسي ان انت طيبه فيها ومراعيه اللي حواليكي بشكل طيب وما تبقيش متضايقه من نفسك فيه. وما اسيئش الظن في اللي قدامي، ما بقاش طول الوقت واخده موقف كده من الناس طبعًا. اللي قدامي صحيح. ده معانا الجانب الثالث، الجانب الرابع النفسي. بقى الجانب النفسي يعني تهتمي بنفسك بصحتك النفسيه. لو في ناس مثلا بتقولي انا بقالي مثلا 3 سنين نفسي اروح اسكندريه، يا عم ظبطها وربط وروح يومين ثلاثه، يعني الدنيا مش هتخرب. في ناس انا بقالي كتير بقالي سنه نفسي اروح اقعد على النيل، انت لو رحت قعدت على النيل ساعتين ورجعت هتتبسط اكيد. في ناس بتضغطك كتير وانت مش عارف تعمل ايه، لا فكر ازاي تعمل ايه وتبعد عنهم وتتاثر معاهم في الكلام بالراحه كده، انك ما تحتكش بالناس اللي بتضغطك. في مواقف معينه بتضايقك يبقى تبعد عنها وتحاول تقرب من الناس الايجابيه الطيبه اللي علاقتك بيهم حلوه واسال عليهم كتير. الجانب النفسي يعني باختصار شوف راحتك النفسيه فين وحاول تراضي نفسك اول باول وتصالح نفسك كده على طول، ان انت ما يبقاش عندك ضغوط نفسيه مأثره عليك جدا. ما جيش على نفسي بقى في كل حاجه. تمام. يعني كل حاجه دي حقها كده بالمعقول. تمام. ورقم خمسة، رقم خمسة الجانب الجسدي. ودي ناس كتير بشوفها في امهاتنا كتير، مثلا تلاقيها بقالها سنه بتشتكي من ركبتها، بقالها سنه ضرسها وجعها ومش عايزه تروح للدكتور. بيكسلوا في صحتهم ويجوا على نفسهم عشان خاطر حاجات تانية كتير، رغم ان هي صحتها من الجوانب المهمه جدا. وانت لو انت بقيتي صحتك كويسه جدا هتعرفي تخدمي اللي حواليكي بشكل افضل حقيقي. فمهم جدا. في ناس بقى مثلا في الجانب ده بتاكل اكل مضر جدا. في حكمه جميله يقول لك 9 أعشار المرض مما تدخله في جوفك. يعني في ناس مثلا تبقى عندها القولون وطول الوقت تاكل اكل حامي واكل مسبك، ناس عندها الضغط وتاكل اكل مضر بيها، ناس عندها السكر وتبقى عكه الدنيا والسكر يوصل 400 500 بسبب الاكل. ما هو الجانب الجسدي دوت انا مش عايزاك تجيب فيه اقل من 5 6 على الاقل. والله في ناس بتبقى ضغطها وسكرها وعندها مشاكل كتيره جدا وما بتصلحهاش ونايمه على نفسها لحد ما الحاجه تبقى محتاجه عمليه. طب ما احنا ممكن نلحقها بشويه علاج بسيط من اولها، ان احنا شويه رياضه صغيرين. طب مش هعرف اعمل رياضه، يبقى حركه بسيطه شويه تمشيه. انا اوقات كتير ما بنزلش الاسانسير وانزل على السلم. اي حركه اللي في الحركه في البيت، يعني انا مش بروح كل يوم العب رياضه. بس دايما انتبه ان انا بعمل حركات خفيفه وبنزل واطلع واتحرك. لو عملت شغل البيت بس، حتى لو الست عملت شغل البيت بنفسها ده لوحده في حد ذاته رياضه. كل حاجه والاكل. طبعا. ان انا ما اسيبش نفسي مثلا وزني يوصل ويعدي ال 100 كيلو وارجع اقول انا عندي مشاكل قد كده. ايوه. ان انا لو حسيت باي وجع اجري على الدكاتره واكشف وانتبه. الحمد لله. ما اقعدش سنه تعبانه وانا مكسله اروح للدكتور. ما ينفعش. الجانب ده مهم ان احنا نلحق. النوم، النوم يعتبر من الجانب الجسدي. في ناس بقالها كتير بتعاني من الارق، طب ما احنا ممكن نعالجه. اكل خفيف بالليل، ما تبقاش واكل اكل دسم الساعه 12 بالليل بتقولي انا مش عارفه انام. ما هي معدتك تعبانه. اكيد. النوم عامة لازم لو احنا نمنا كويس هنريح بقية اليوم تاني يوم هنريح جسمنا كويس جدا. اكيد. فان احنا نشوف ايه اللي عامل لنا ارق ونبعد عنه. صحيح. الجانب اللي بعده ده الجانب الجسدي. عندنا الجانب المادي. تمام. يا رب يكونوا بتكتبوا عشان خاطر بعد كده هنخلص الجوانب ديت واكلمكم في نقط مهمة. الجانب المادي بلاقي ناس مثلا بتقبض نقول 5000 مثلا وتلاقي مصاريفها 6000. وتفضل ماشيه على الطريقه دي، بتقبض 10 وتصرف 12. يعني ايا كان انت بتقبضي ايه، توازن لازم يعني يكون في توازن. واكون كمان شايله جزء الادخار عشان لو حصل اي ازمه اي تعب مفاجئ اي حاجه اكون معايا جزء، ما احتاجش ان انا استلف مش على قد ظروفي. في ناس كتير ممكن تبقى تقعد تزنق على نفسها في كذا حاجه بس مقابل ان هي تجيب حاجه غاليه قوي وتبان ان انا جايبه البراند العالي ده. مش مهم. المهم ان انت تبقي ماشيه بتوازن طول الشهر وما تحتاجيش لحد، ده اهم. الفاشل في انفاق ماله فاشل في كل شيء في حياته.
استحاله تلاقي شخص وخير ناجح الامور الوسط، ولا يبقى الانسان مبذر ولا بخيل، وتلاقيه عمال يستلف من الناس او عمال يقع في عثرات ماديه. دي جانب في الجانب المادي. الجانب الثاني هو الاهم، ان انت دايما تطوري في نفسك ازاي تكسبي فلوس اكتر. في ناس بتبقى مثلا لو بتكسب كويس بس ما عندهاش طموح تكسب اكتر، فبالتالي بتقعد ايه محلك سر، تفضل واقفه ثابته كده بقى لها فتره في شغلها. انا اعرف حقيقي مدرسين وناس في شركات لو خدت كورس تدريبي مرتبها يزيد 3 اضعاف. طب ما بتاخدوش ليه؟ اصل مكسل. في ناس لو اتقنت لغه هتاخد مرتبها 3 اضعاف، مش عايزه تتعلم لغه. ففي ناس مش عايزه تحسن من دخلها بحجه الكسل، بحجه اصلا مش قادر، اصلا مش عارف. لا، كل حاجه متاحه، وان احنا نتعلم كل حاجه دلوقتي مجانا، منح مجانيه من الدوله في كل مكان، بقى عليه كل حاجه كمان بغض النظر ده هو قاعد في بيته، واليوتيوب مجانا عندك، وفي حاجات كتيره جدا. صح. فما حدش ليه حجه يعني. ده كده خلصنا الجوانب بتاعتنا. لا لسه كمان جانب. احنا قلنا الجانب النفسي، عندنا الجانب العقلي ده يشمل الطلبه او الناس الموظفين. الجانب دوت لازم ان احنا كل فتره نطور معلوماتنا، نطور الطالب ازاي يفكر، ازاي انجح بشكل اعلى بكفاءة أعلى، إزاي أوصل للطموح والهدف اللي أنا حاطه. تمام. ولو أنا موظف إزاي أعلي أطور من نفسي، إزاي أوصل لدرجة أعلى. ده الجانب العقلي، إن أنا أنمي معلوماتي. تمام. بخصوص الشغل، المجال اللي أنا فيه، أعرف أكتر من المحيطين بيا، وأسبق الناس دايما بخطوة وخطوتين. صحيح. لكن سنة التغيير، سنة الكون هي التغيير. لو أنا فضلت ثابت هرجع لورا، ما ينفعش. لازم انمي معلوماتي وازود معلوماتي في المجال اللي انا فيه، لو انا بدرس او سواء انا في اي وظيفه او صاحب عمل، ازاي اطور من العمل ده. صح. تمام. طب هو الاتزان النفسي مهم لكل شخص. استاذنك معانا اخر جانب، فاضل جانب. طيب جانب واحد هو الجانب المهني، وهو برضو قريب من الجانب العقلي. ان انا اطور من وظيفتي، وان انا ارتقي فيها واعلى فيها، وان انا اشوف التجارب السابقه بتاعت الناس الناجحين اللي في نفس مجالي ايا كان ايه هو، واشوف وامشي على الخطط دي، واقيم نفسي واشوف انا هوصل ووصلت لايه، وهوصل ازاي، واشوف ايه الطريقه اللي توصلني لمكانه اعلى. صح. دي كده الثمان جوانب. تمام. طب الاتزان النفسي مهم لكل شخص عشان يساعده في الاستمرار للحياه، ازاي نقدر نوصل كل واحد يوصل للتوازن النفسي؟ ان احنا نبص لثمان جوانب ونوصل، لو قلنا من 1 لـ10 مقياس، ان انا مش مهم اوصل للـ10، بس تبقى تحت عين، ان انا ما افضلش واقع في نقطة او 2 او 3 وجاي فيهم 1 او 2. يعني كل يوم حضرتك لو قعدت على السرير دقيقة واحدة وبصيت على الورقة ديت ولقيت نفسك واقع في جانب او 2 او 3، يبقى تاني يوم تعوضها. طب قعدت اسبوع واقع في جانب او 2، يبقى الاسبوع اللي بعده اشد فيهم اكتر عشان اعوض. وشحن الرصيد ده هيبقى موجود عندي، هينفعني في الرخاء وفي الشدة. يعني هو مش هيضيع الحاجة، اليوم اللي انت تأثر فيه يوم تاني هتشد فيه. ونعمل التوازن، مش أثناء سعيك للتوازن ده هيتحقق الرضا النفسي، وشعورك بالإنجاز هيزيد، ان انت ماشي على الطريق الصح، انك قد المسؤولية، انك بتقيمي نفسك وشايفة نفسك صح، راضية عن نفسك. كل المفاهيم ديت لما بتتجمع مع بعض هتديكي هرمون الدوبامين اللي بيسبب السعادة. هتبقي سعيده، راضي عن نفسك، هتالي بعد التوازن كمان السعاده دي بعد التوازن. الرضا النفسي، السلام الداخلي، كل ده هيتحقق اثناء ما انت بتقيمي نفسك كده وشايفه نفسك، متابعه نفسك بشكل دوري كل اسبوع. الانسان عامه كل ما يكون ناجح بيبقى عنده ثقه في نفسه اكتر. طبعا. بيبقى عنده قوه في شخصيته اكتر، بيبقى عنده فعلا اتزان نفسي. بترضي عن نفسك جدا. حقيقي. واللي بيجي لي دايما ويقول لي انا عندي اكتئاب، مش بيبقى واقع في جانب، هتلاقيه واقع في 3 أو 4. اكيد. صح. فهو لو ظبط الجوانب الناقصه دي وبص على نفسه تاني برؤيه جديده في الثمان جوانب الى حد ما، عشان ما الناس ما تقولش مثلا دي مش موضوعيه ولا بتاع، او ما فيش مصداقيه، او مش لا هنعرف. لا دي حقيقه فعلا. مش مهم توصلي للـ10، بس أيه. اثناء سعيك، يوم جبتي 5، يوم جبتي 7، يوم جبتي 9، هتشعري بالانجاز وبالرضا اللي انا بقول لك عليه. صحيح. جميل. طب عاوزين نعرف من حضرتك يا كوتش، امتى الانسان يكون عنده اكتئاب وامتى يكون عنده توازن نفسي؟ هيبقى عنده اكتئاب اول ما يحس انه مقصر. هو ممكن ما يحسش بالتقصير، بس هيلاقي نفسه ايه، مكتئب. اعرف ان انت مقصر في الجوانب دي. تمام. يبتدي يبقى عنده قلق، يبقى عنده توتر، ضربات قلبه تزيد. يبتدي في مود الحزن، لازم الاكتئاب لازم يكون معاه حزن.
طب وده يقدر يتعالج بسهولة ولا يبقى بقى دخل في خلاص عايزه حالة اقول لك ان انت نفسية لو واكتئاب بقى الى حد ما ظبطتي الثمان جوانب هتبقي طبيبه نفسك، لا هتحتاجيني ولا هتحتاجي ايوه، طبيب بس نفسي اللي ولا وصل، حاجه. بس في ناس بس اللي بتوصل وصل لمرحله لمرحلة خلاص معينة في الاكتئاب صعبة مش عارفه تعالج يعني، نفسها. محتاجه طبعا مساعده اه او تدخل مننا او من الاخصائيين الاكبر كمان، وتبتدي هي نفسها تبقى حابه انها تتغير. دي اول خطوه في اي حاجه ان انت عايزه تعمليها بشكل افضل تبقي انت عايزه. فشعور الاستسلام للاكتئاب وللحزن وده والضعف ده هو ده سبب المشاكل، لان اول ما احس ان انا عايزه وعندي النيه الصادقه في التغيير وان انا اعالج نفسي واخف، هتلاقيني بدور ازاي واتعلم هنا واروح هنا واسعى واجتهد، هوصل فعلا في حقيقي الاخر. حقيقي. اهم حاجه قوه الاراده يعني، ما يبقاش طبعا. الانسان خلاص والصدق فقد ان انت الثقه. تبقي صادقه فعلا ان انت عايزه تتغيري. صحيح حقيقي. طب ايه النصايح اللي ممكن نقولها للحفاظ على توازننا النفسي؟ ان احنا الى حد ما نبعدش كتير عن الورقه دي، تبقى تحت عينينا، ده تعبير مجازي، مش شرط تبقى الورقه. انا بعد شويه مش هحتاج الورقه، بس هيبقى في دماغي الثمان جوانب، هتبقى حاجه في حياتي وفي دمي، ايوه ان انا ما بقصرش هتبقى في عادات الصلاه خلاص، عادة واهجر الصلاه والقران والصدقه دي واعمال اول حاجه، دي الخير. اساسي. ما ينفعش اهجر اسرتي واقول لا اصلا انا مقاطعاهم اصل هم بيعملوا مشاكل. انت ممكن تقربي من بعيد لبعيد وتبعدي ان عن تصبر المشاكل. على الناس وتتحمل اذاهم الجوانب خير كلها لك من اعتزالهم يعني، دي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني. احنا ممكن نعتزل المشاكل لكن ما نعتزلش الناس. اي ممكن اخلي علاقتي بيهم على الاقل سطحية، العلاقه علاقه طيبه طيبة بسيطه من حين لاخر، لكن قطع الرحم ده لا طبعا حرام طبعا، لا ما طبعا ينفعش. هيعمل لك زيرو من عشرة في الجانب بتاع الجانب الأسري أو الجانب حتى الاجتماعي. لو العلاقة ممكن تتحسن مثلا مع الوقت أو تلاشي فعلا الخلافات، سيبي لكن لما الباب أقطع موارب خالص لعل الود يرجع تاني. ندفع صحيح بالتي طبعا هي أحسن، حتى لو الشخص اللي قدامنا برضو هو اللي بادئ بالسوء، بس برضو ندفع بالتي هي أحسن. إلى حد ما حاولي وانتي مع الناس اللي هي حاسة إن هي بتضغطك اعملي لنفسك هالة كده، إن انتي مش هاخد طاقة سلبية من حد، مش هرد إساءة بإساءة، صحيح وهحمي نفسي بطاقتي الإيجابية ومش هرد غير بالخير، وهو طاقتهم السلبية ديت والشر اللي طالع منهم هيرجع له. لو انا امنت بده هيبقى هم صعبانين عليا، هتغيري صحيح نظرتك، مش هتبقي تقولي ده عمل وسوى، لا لا ده هو صعبان عليا. صح. لسانه الصليط ده هيرجع عليه واخلاقه حقيقي. السيئة هتلجأ عليه، لكن انا ولا هيجرى لي حاجة. وبيتعرف بعد فترة يعني، لو حاول ان هو مثلا يبين لا انا هبقى انسان انا كويس، سايبه له الباب المشكلة في موارب. الشخص التاني، لكن بيبان مع الوقت اكيد، كل طبعا انسان طبعا. بيبان بس يعني. الفكرة ان انا ايه، كل جانب من التمانية بحاول اقرب المسافات على قد ما بقدر، ولو قصرت شويه ما كلنا بنقصر، صحيح محدش ما حقيقي. بيقصرش. لكن الفكره عندي وسؤالك الجميل ده ان انا ما اقعدش فتره كبيره سايب نفسي مقصر هنا وهنا وهنا، لا ان انا يعني احاول على قد ما اقدر اوصل بان انا بدي كل حاجه حقها، ده هيعود عليا انا اول واحده. دكتورة سيماء، هو للأسف وقت خلص، حضرتك شرفتينا ونورتينا، وانا وإن شاء سعيده الله جدا نتقابل جدا تاني بيكم. بإذن الله. أعزائي المشاهدين، سعدنا بكم، ونتمنى أن نكون قد أسعدناكم، وعلى وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم حلم وفكرة. انتظرونا لو كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.